وإلى تغريدة أخيرة من حساب فيرست سعودي، ولنشر خبر جميل. طالب ماجستير القانون الدولي بجامعة هوفسترا نيويورك عبد الرحمن المحضار يشارك وهو بعمر 22 عام فقط في تغطية اجتماع الجمعية العامة 77 بالأمم المتحدة عبر تعاون سعودي أمريكي، حيث قام بتغطية الحدث الهام وهو بهذا العمر فقط. أكيد نقول لك كل التوفيق لك يا عبد الرحمن، ومنها للأعلى بإذن الله. هذه مشاهدينا كانت جولتنا الأولى معاكم، ولكن مستمرين، وبعد الفاصل محمد القحطاني يحقق برونزية العالم لفنون القتال.